بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دارين من غزة، مهندسة مدني سيرتيفايد تيستر. إن شاء الله هشرح لكم اليوم مقدمة عن كورس الاي اس كيو تي بي. مبدئيا بدنا نحكي مقدمة، يعني اللي هنحكي المحاضرة هذه عن ايش بدها يعني تحكي. ما لقيتش افضل من ان تكون مقدمة ان احكي لكم ايش هو التيستينج، ايش هي اهداف التيستينج، ليش التيستينج مهم، مفاهيم اساسيه في التيستينج بشكل سريع. طبعا احنا مش هنشرح 5 شباتر في محاضره، هذه مجرد مقدمه. الديباجينج، الامور هذه، التيست كيسز، وقتيش بنبدا تيستينج وقتيش بننهي، صفات التستر، معلومات عن الشهاده بشكل عام، يعني المدة وطبيعة الأسئلة والشباتر، يعني هحكي لكم عنهم ال6 شباتر بشكل سريع، يعني معلومات عنهم بشكل سريع كعناوين، ونحاول نغطي أكبر قدر من المعلومات العامة يعني اللي تهم أي حد عايز يبدأ بالتستنج. يعني مبدئيا سوفت وير تستنج، السوفت وير، كلمة سوفت وير شو يعني سوفت وير؟ السوفت وير بيشمل الطيارات، السيارات، بيشمل مكنه الاي تي ام، بيشمل الابلكيشنز اللي انا اللي بستخدمها في حياتي اليوميه، سواء ويب سواء موبايل ابلكيشنز. هو اي حاجه بدخل لها انبوت وبتعمل شويه بروسيسنج وبتطلع اوتبوت. هلقيتها الابلكيشن ممكن يبقى آلة حاسبه، الآلة الحاسبه ليه ابلكيشن؟ لان الآلة الحاسبه بدخل لها انبوت، يعني على سبيل المثال بدخل لها 2 زائد 2 والاثنين الانبوتس هيكون عندي العددين اللي دخلتهم، والبروسيسنج او العمليات هتبقى اللي هي عمليه الجمع، والاوتبوت هيطلع اللي هو الناتج من العمليه اللي هو 4. فهو هذا تعريف السوفت وير. هلقيت احنا سوفت وير تيستينج، السوفت وير تيستينج حسب التعريف اللي هو الرسمي، سوفت وير تيستينج از ذا بروسيس اوف ايفالويتنج اند فيريفاينج ذات ا سوفت وير برودكت اور ابلكيشن داز وات ات از سبوزد تو دو. ذا بينيفيتس اوف تيستينج انكلود بريفنتس باجز، ريديوسينج ديفلوبمنت كوست، اند امبروفينج بيرفورمانس. مبدئيا يا جماعه التستنج يعني هو له طبعا تعريف في السيلابس، بس احنا التستنج له كذا تعريف طبعا من الاستخدام. يعني التستنج هنا عباره عن طريقه تقييم سوفت وير معينه عشان يعمل يعني عشان ارضي فيه العميل وعشان اقلل مخاطر فشل السوفت وير، تمام. وممكن برضو في له تعريف تاني بالعام، ان انا بقارن النتيجه المتوقعه من السوفت وير بالنتيجه اللي طلعت لي. يعني مثلا سوفت وير انت متوقع ان هو يطلع لك ناتج جمع عددين، فانت دخلت عددين وطلع لك ناتج 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 ضرب مش ناتج جمع. ففي حاجه اسمها عندنا النتيجه المتوقعه او الاكسبكتد ريزلت، اللي هي الحاجه اللي انا متوقعها من السوفت وير هيبقى الجمع. الاكشوال ريزلت اللي هي اللي اوريدي السوفت وير عملها، اللي فعليا السوفت وير عملها، هي اللي طلعت لي، اللي بنسميها اكشوال ريزلت او النتيجه الفعليه، تمام. بكل بساطه هو عمليه انك تتاكد ان السيستم اللي امامك سواء ديسكتوب او موبايل او ويب صحيح بدون اي اخطاء كريتيكال. بس في نقطه يا جماعه مهمه جدا لازم احكي لكم عليها بالبدري، ان لا يمكن اي بني ادم في الدنيا مهما كان شاطر، قبل ما اكمل في التعريف، ياكد ان السوفت وير زيرو بج او بج فري. هذا احد مبادئ التستنج اللي هناخدها في شابتر 1 ان شاء الله، ان انا ما بقدرش أأكد إن 100% السوفت وير فيش فيه أي بج أو ديفكتس أو يعني أو أي أخطاء، بس بقدر أتأكد إن الأخطاء اللي كريتيكال، أو بمعنى الأخطاء اللي ممكن تسبب انهيار، أو الأخطاء زي ما أقوله يعني بلهجتنا الحامية أو الشديدة، يعني هي اللي أنا أسلم العميل بحيث ما يكونش في عندي كريتيكال ديفكتس وكامل زي ما العميل عايزه. يعني طبيعي، طب يعني لو العميل اجى حكى لك بدي ابلكيشن معين وانت نفذته 100% صح من غير باجز، بس مش زي ما العميل بده اياه، يعني تمام، من يعني بناء على السيستم ستاندرد اللي العميل طلبها. يعني مبدئيا انا احكي لكم احنا في مجال السوفت وير اللي بيحصل ايه، ان انت عندك بيجي بالشركات الكبرى بيجي للكلاينت للشركه
بيكون عندي في الشركات الكبرى حاجة اسمها بيزنس اناليتيك. الشخص ده بيقعد مع العميل، العميل بيقول له انا عايز سوفت وير 1 2 3، فالشخص ده بيقعد مع العميل بياخد الحاجات اللي قالها العميل بالبق كده وبيدونها، بيدونها في حاجة اسمها بحاجة اسمها اس ار اس، سوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشنز. دي الدوكيومنت يعني زي ما تقولوا مرجع في كل حاجه، في اللي التستر بيشارك فيها بالبدايه، يعني انه هذه هي المرجع، العميل بيقول لك عايز كذا وكذا، عشان انت لما تيجي تعمل حاجه تقول له اهو، يعني دي زي وثيقه بينك وبين العميل بالحاجه مكتوبه، يعني دوكيومنتد بالحاجه اللي هو طلبها. تمام. وفي الشركات اللي هي الصغرى او المتوسطه بيكون في شخص مثلا سيلز او مانجر، او برضه بيقعد مع العميل وبرضه بياخد، يعني مش شرط يبقى بزنس اناليتيك، البوزيشن ده مش كل الشركات. المهم في بني ادم بيقعد مع الكلاينت وبياخد منه الريكويرمنتس او الحاجات اللي هو عايزها في السيستم. فانت من خلال التستنج انت بتدور على اي غلطات موجوده في السيستم قبل ما تسلمه للعميل، لانك انت لو سلمته للعميل هو مليان اغلاط، بس زي ما قلت لكم ما بقدرش احكي ان هو بج فري، ان هو من غير اغلاط نهائي، هذا احد مبادئ التستنج اصلا، هتخسر فلوس السمعه. وكل ده ان السيستم اللي انت تعبت فيه هيستخدمه ناس كتير، وممكن زي ما هنقول كمان شويه السيستم ممكن يقع، يصير فيلير، فده يعني سمعه ليك ووقت وجهد وفلوس ناس هيروح في الارض. فبنتاكد ان السيستم بتاعي ما فيهوش اي اغلاط، فبعمل عليه جميع انواع التستنج اللي احنا هنعرج عليها التستنج تايب في شابتر 2 وشابتر 4 ان شاء الله. فالتستنج هو عباره عن مرحله من مرحله تطوير البرنامج. ايه هي مرحله تطوير البرنامج يا جماعه؟ المرحله هي السوفت وير ديفلوبمنت سايكل، عندي اللي هي مرحله الريكويرمنتس، ومرحله الديزاين او التصميم، ومرحله التطوير الديفلوبمنت، ومرحله الريليز اللي هي اطرح المنتج للسوق، وفي عندي اخر مرحله اللي هي المينتنس او الصيانه. هذه في حاله المينتنس ان انا حصل لي بج، هذه هناخدها برضو بشابتر 2 بشكل مفصل، حصل بج او ايرور او خطا في المنتج بعد ما سلمته في الاوبريشنال اريا بنسميها، او الاوبريشنال في بيئه العمل يعني، فبعمل حاجه اسمها مينتنس تيستينج. فالتيستينج هو عباره عن مرحله من مراحل تطوير البرنامج بيقوم فيها اللي هو المهندسين الاختبار السوفت وير تيستينج انجينيرز، بتاكد ان البرنامج يعمل كما هو متوقع من يعني زي ما طلب العميل، طبقا للمواصفات اللي طلبها، وبتاكد ان البرنامج بيعمل بكفاءه عاليه سواء من ناحيه الاداء اللي هي البرفورمانس، وهذا احد اللي برضه بنسميها نون فانكشنال تيستينج، وبتحمل اكبر عدد من المستخدمين، لان احنا احيانا بتسمع السيستم وقع في اللودز، يعني مثلا بنعمل حاجه اسمها لودنج تيستينج، احد انواع النون فانكشنال، اللي هي النون فانكشنال تيستينج هذه اللي هي عندنا في حاجه اللي هي اللي بنسميها يعني انك انت ما لهاش علاقه بالفانكشنز بتاعت الموقع، ليها علاقه بالاداء بتاعه. فبتاكد ان انا لما احمل عليه عدد مستخدمين معين ما بحدودش يعني عطل. كمان بتاكد ان البرنامج بتاعنا محتفظ بالبيانات المسجله عليه، بحيث يعني ما حدش بيقدر يخترق السيستم، اللي هي السكيورتي تيستينج، الا الشخص اللي مؤهل ان هو يعني يطلع عليه. فالسوفت وير تيستينج زي ما قلنا عباره عن تقييم للسوفت وير عشان اقلل المخاطر، ريديوس ريسك، واقلل فشل. بس السوفت وير تيستينج مش معناته ان انا بتاكد ان السوفت وير 100% زيرو ديفكتس، او ان هو بج فري، لانه هذا احد مبادئ التيستينج، احد المبدا الاول مبادئ التيستينج هناخده ان شاء الله بشابتر 1. دلوقتي لما حد في على فكره مفاهيم خاطئه للتيستينج عند اغلب الناس، انه بيحكوا لك انه السوفت وير تيستينج هو بس ان انا اعمل اكسكيوشن للابلكيشن او الويب اللي عندي. لا، ده مش صحيح. السوفت وير تيستينج بيشمل مراحل مبكره، السوفت وير تيستينج بيبدا عندي بدري، يعني هذه كمان نقطه هاخدها هننتقل لها كمان شويه. يعني السوفت وير تيستينج بيشمل مراحل كتير من البلاننج ريكويرمنتس، الاكسكيوشن احد مراحل السوفت وير تيستينج، مش هو السوفت وير تيستينج يعني. وفي برضه مفهوم خاطئ انه بيحكي لك انه لازم السوفت وير يكون جاهز 100% عشان اعمل تيستينج، فهذا مش صحيح برضه. انا ممكن اعمل تيستينج من بالبدايه لما يكون عندي ورك برودكت، او لما يكون عندي ريكويرمنتس
يعني من قبل اصلا ما السيستم يكون جاهز 100% بعمل حاجه ايرلي تيستينج. برضه هذا احد مبادئ التيستينج، اللي هي بنسميها ستاتيك تيستينج، اللي هو الاختبار الثابت، اللي هو قبل ما السيستم يكون جاهز بنعمله على الريكويرمنتس او الورك برودكت. هذه احد برضه مبادئ التيستينج، برضه هحكيها هندخل عليها كمان شويه بشكل سريع. لما حد يحكي لك ليش التيستينج مهم، انت لو سألك السؤال هذا في انترفيو انت ممكن تجاوب عليه جوابين. تجاوب عليه لو ما كانش سيستم التستنج السوفت وير تستنج ايش هيصير، او ممكن تجاوب عليه اهميه السوفت وير تستنج، يعني التنين يعني فاهم كيف، يعني لو كان موجود ايش هيعمل ولو ما كانش ايش هيعمل. مبدئيا حصلت حوادث كتير من زمان خلت السوفت وير تستنج ياخد يعني صدى في العالم، ابتداء من سنة 1992 شركة بيبسي في الفلبين طبعت رقم معين على الغطاء على أساس إن في عدد معين من الناس هياخدوه، فبالغلط راحت طبعت على 100,000 زجاجة، فاضطرت طبعا الموضوع هذا ما لهوش علاقة فيه الناس يعني، فاضطرت يعني تعطي لكل هذا العدد الزجاجات يعني. طبعا العملاء اللي كسبوا هذا العرض طلبوا بالمكسب يعني، لأن لو هي ما عطتهمش هذا الإشي اللي هي المكسب هيكون هذا بدور سمعتها. فأنت بتتكلم هنا على مخاسر مادية وعلى سمعة وعلى وقت وعلى جهد ناس، فعشان كده السوفت وير تيستينج. غير كده حصلت حوادث كتير يعني هنستعرضها، زي حادثة فشل إطلاق قمر صناعي كلف 1.2 بليون دولار، وبرضه في حادثة صارت عام 1994 اللي هي طائرة اسمها إيرباص 300، في جهاز في الطائرة سنسور معين ما كان في عنده فشل في التستنج، فالطائرة وقعت ونتج عليها نتج عن الموضوع هذا ضحايا يعني. وفي برضه شركة اسمها أوتوميك إنرجي أوف كندا ليميتد، هذه يعني بس معلومات ليكم يعني، هذه الشركة عملت جهاز بيعالج مرضى السرطان عن طريق تعريض المريض للأشعة، ف يعني بيعرض الخلايا السرطانية اللي عند يعني بعيد الشر عنا وعنكم جميعا، بيعرض المريض بيعرض الخلايا السرطانية للأشعة هاي، فالجهاز حصل خطأ وأعطى إشعاعات زائدة للمريض فأدى لحدوث وفيات. فعشان هيك السوفت وير تيستينج مهم جدا، دائما بنسمع عن حوادث، بالاضافه انه التيستينج مهم بعيد يعني مهم بحياتنا اليوميه في المواقع اللي بنتعامل معها في الابلكيشنز بالويب، لانك انت يعني لو ما كانش تيستينج انت الموقع يعني انت لو كان مش سهل الاستخدام انت مش عارف البوتون ده بيعمل ايه، البوتون ده بتدوس عليه ما بيدوسش، في حاجه اسمها يوزابيليتي. اليوزابيليتي اللي هي احنا بنختبر السيستم هل هو ايزي تو يوز، هل هو سهل الاستخدام، الموقع بطيء، الموقع بيحملش مثلا التايم ريسبونس، الموقع لما يحصل عليه لودينج الموقع بيقع، الموقع مثلا حصل عليه هاك ما مش معمول له سكيورتي تيستينج اللي هي احنا بنتاكد من امان الموقع يعني. وبرضه ممكن يحصل زي ما احد الشركات الكبرى حصل فيها خطا، كان خطا في الموقع، حصل خطا بتسعير المنتجات فترتب عليه من الناس اشترت بالسعر اللي على الموقع الاونلاين مش السعر الحقيقي، فالشركه بالتالي خسرت. فانت بتتكلم ان لو ما فيش سوفت وير تيستينج هتخسر فلوس، هتخسر سمعه، هتخسر ارواح ناس. بالمناسبه انا جالي سؤال بامتحان الاي اس كي تي بي، كان جايب لي سؤال دش كده، انا باذن الله هجيب لكم طبعا زي ما اتفقت معاكم والاسئله، واقول لكم كل ما اعرج على نقطه في لما نبدا يعني هقول لكم النقطه دي ممكن تيجي ازاي كده باذن الله يعني. انا جالي سؤال كان كاتب لي دش بارم كده بالانجليزي، وقال لي انه كان كاتب لي انه في جهاز يعني جهاز مرضى زي حكايه مثال اللي قلت لكم بتاع السرطان، وبيقول لك ليه هنا التستنج مهم، وجايب لك خيارات يعني جايب لك اهداف التستنج واختار اصح واحده منهم. فالجواب بيطلع اللي هو عشان يعني بترتب عليه ارواح ناس، فالتستنج بترتب عليه ارواح ناس، بترتب عليه سمعه، بترتب عليه فلوس، فعشان هيك يعني التستنج مهم. فانت دلوقتي عرفت قد ايه التستنج مهم للغايه، ويعني والشركه ممكن تخسر زي ما قلت لكم مليارات الدولارات، والاهم هتخسر ثقه العملاء، لان الشركات خصوصا الشركات اللي لها علاقه بالسياحه او الطيران او اللي هي الايكوميرس ويب سايتس زي امازون وغيرها بتعتمد على السمعه يا جماعه يعني.
عشان هيك عملية السوفت وير تيستينج مهمة جدا، عشان نتأكد إنه الحاجة يعني شغالة زي ما احنا متوقعين. ويعني وكمان يا جماعة أخطاء السوفت وير بتتفاوت يعني، تمام؟ وبرضه الإفكت، في حاجة اسمها إفكت الناتج عن الـ عن الـ يعني الناتج عن الخطأ برضه بيتفاوت، تمام؟ تمام. طب هل انت احنا عشان نبدا بالمجال التستنج مبدئيا، يعني السوفت وير تيستنج زيه يعني هو احد في فيلد او مجال السوفت وير انجينيرنج، فانت لازم تبقى يعني بديش احكي لك تبقى خريج حاسبات، اغلب انا مش خريج حاسبات واغلب الناس مش خريج حاسبات، بس يعني تحاول ايه يعني تقرا تبقى فاهم شويه كونسبتس بس، يعني ده مش معناه انك انت مش خريج حاسبات انك مش يعني احنا هنغطي هنا في الكورس الناس اللي مش خريج حاسبات ان شاء الله، والمصطلحات اللي في السيلابس اللي بتكون ليها علاقه مثلا في السوفت وير تيرمز او في الكمبيوتر ساينس احنا هنغطيها يعني بشكل كامل، تمام؟ فزي ما هادي الدول حكيتها لكم خطوات السوفت وير بيحصل ايه، ان السيستم في الدنيا اي سيستم في الدنيا بتقعد مع العميل وبتحدد هو عايز ايه بالظبط، وبتقول انا اقدر اسلم يعني انا اقدر اسلم بوقت كذا، ده بنسميه بلاننج. البلاننج ده بحدد فيه اللي هو حاجه اسمها انتري كرايتيريا هقولها كمان شويه، واكزيت كرايتيريا. انتري كرايتيريا دي معناها هبدا السيستم امتى وهحتاج قد ايه، يعني الوقت اللي انا هحتاجه للسوفت وير تيستنج، واحتاج قد ايه يعني قد ايه السيستم التيستنج كافي. والاكزيت كرايتيريا دي برضو في البلاننج عباره عن ان انا بحدد امتى اوقف تيستنج، اللي بنسميها وين تو ستوب تيستنج. في طبعا معايير معينه احنا بن يعني بتقول لنا خلاص وقفوا تيستنج، هقولها لكم كمان شويه. وبعد كده زي ما قلت لكم بيبدا يعمل اس ار اس او سوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشنز، وبعدين بناخد السبيسيفيكيشنز دي او المتطلبات بالعربي بنديها للراجل اللي هي الديزاينر او المصمم، بيعمل لنا شكل حلو اللي هو زي ما انتم عارفين في حاجه اسمها عندنا تصميم وفي عندنا كودينج. الديزايننج اللي هو الديزاينر البني ادم بيصمم الموقع الشكل الخارجي للموقع، فبيبقى سهل التعامل معاه. بعدين بنروح للشخص اللي بيعمل السوفت وير اللي هو الديفلوبر، هو اللي بيكود يعني الموقع، بيكتب الكود بتاعه، وبعدين ده بيروح يعني كل ده بيروح للتستنج. فدلوقتي هقول لكم يعني ايه اي اس كيو تي بي. الاي اس كيو تي بي عباره عن انترناشونال سوفت وير تيستنج كواليفيكيشن بورد، فدي شهاده ظهرت عام 2002 وحطت اسس وقواعد لاي حد عايز يعمل تيست يعني انه ياخد شهاده تخليه سيرتيفايد تيستر او يعني تيستر معتمد، وهي اختصار لانترناشونال سوفت وير تيستنج كواليفيكيشن بورد، وهي عباره عن منظمه بلجيكيه بتدي شهادات عالميه في التيستنج. التيستنج ليه شهادات ثانيه غير الاي اس كيو تي بي، بس طبعا الاي اس كيو تي بي هي بتاعت الفاونديشن. في عندك اجايل تيستنج وعندك موبايل وتست مانجر والامور هذه، يعني كذا شهاده يعني الموضوع اللي حابب بعد كده ربنا يكرمه باذن الله ويكمل يعني. وهي دي منظمه بتدي شهادات ليها علاقه في التستنج يعني، بس الاي اس كيو تي بي خاصه في الفاونديشن ليفل، تمام؟ دلوقتي الاي اس كيو تي بي في عندنا 6 شباتر، تمام؟ اول شابتر اسمه هذه عناوين الشباتر فقط يا جماعه، الفاونديشن اوف تستنج، وفي الشابتر الثاني تستنج ثرو اوت ذا لايف سايكل، والشابتر الثالث ستاتيك تيستنج، والشابتر الرابع تيست ديزاين تكنيكس، والشابتر الخامس تيست مانجمنت، والشابتر السادس تيست تول فور تيستنج، تمام؟ في هل انا لازم اخذ اي اس كيو تي بي؟ طبعا كل الناس اللي حتى الخبره في القادم هتلاقيهم نفس الرد، في شركات نسبتها قليله بتطلبها بس انا معترضه، بس انا نسبتها قليله دي الفيديوهات بيقولوها كده، بس انا اغلب الصراحه يعني 90% من اكيد انتوا كمان كده اللي متابعين على لينكدين 90% من الشركات بتطلبها دلوقتي، لان هي مهمه في ايه، ان لما انت تقدم على الشركه مهمه في مرحله الفلتريشن، ان بني ادم ده سيرتيفايد ادخله على الانترفيو او الامور هذه، فهي مهمه يعني. بس انت في انا اعرف ناس شخصيا من لينكد ان عارفاهم معهمش الشهاده يعني، فانت حسب يعني انت حسب، بس انا وجهه نظري يعني انا طبعا لسه باديه في المجال ليه ما تاخدهاش يعني، انا وجهه نظري كده فاهم، انه طالما هي هتزود فرصتك يعني ليه ما تاخدهاش.
يعني، وهي اصلا كمان هتديك مبادئ نظريه للمجال. وعلى فكره المبادئ اللي انتوا هتاخدوها في الاي اس كيو تي بي بتتسال في اي انترفيو، يعني انت اي انترفيو تيستنج، لان هي مبادئ التيستنج يعني، فبيسالك في يعني ايه فانكشن تيستنج يعني. حتى لو باذن الله لقدام ممكن اوريكم امثله لاسئله انترفيو هتلاقوا بيسالك يعني. فانت حاول تعمل ليك خلال الكورس مثلا نوتس، بحيث انك انت لما باذن الله ربنا يكرمك وتروح مثلا انترفيو يبقى عندك مرجع ليك يعني تراجعه كده قبل الانترفيو، النوتس الاساسيه الخاصه بالشهاده، المبادئ التستنج اللي هناخدها، وبرضه هتساعدك باذن الله. وانا كده كده باذن الله هبعت لكم تلخيصات عندي، وهبعت لكم كل السامريز يعني اللي عندي اللي ممكن تفيدكم يعني. فباذن الله يعني ما تقلقوش، كل حاجه هتبقى كويسه يعني. وفي طبعا يعني اللي حابب بعد كده يكمل، فان شاء الله ربنا يكرمكم يا جماعه. الشهاده طبعا دي زي ما قلنا، زي ما قلت لكم بتخليكوا سيرتيفايد تيستر يعني. وكمان يعني ايه دي السيرتيفايد تيستر؟ يعني بتخليك انك انت يعني معتمد بالنسبه للشركه، ان البني ادم ده امتحن عنده يعني ممكن اعمل معاه انترفيو، ممكن يعني بس مش لوحدها هي بتقدر تشغلك، ده الاكيد يعني تمام. عشان هي زي ما انا كاتبه شهاده نظريه. زي ما قلنا يا جماعه السوفت وير تيستنج، التيستنج زي ما قلت لكم اول محاضره بيختلف من باختلاف الهدف منه. التستنج عملية إيجاد الأخطاء في السوفت وير، أو التستنج عملية التحقق إن السوفت وير بيعمل الهدف اللي اتصنع عشانه. والتعريف الثالث إن التستنج عبارة عن زيادة وقياس جودة المنتج. طبعًا لما يكون عندي بج وأنا أصلحها والديفلوبر يصلحها عفوًا، بس هذه برضو نقطة هقولها لكم كمان شوية، إن مش شرط بس الديفلوبر اللي يعمل ديبجنج. هذه نقطة يعني بشابتر 1 إن شاء الله. لما أعمل أنا تصحيح عندي خطأ ده بيزود عندي جودة المنتج اللي عندي أو السوفت وير. تمام. فعشان افهم معنى التستنج لازم افهم اهداف التستنج. اهداف التستنج اللي هنذكرها كمان شويه يعني. تمام. هل انت لما حد يقول لك اهداف التستنج تمام، طبعا تبعا للمنهج في عندي 6 اهداف. ده مش معناه ان في ما فيش اهداف ثانيه طبعا يعني، بس دي المذكوره في المنهج. To prevent defects by evaluate work products such as requirement user stories design code. انك انت بتمنع الاخطاء الديفكتس اللي هي الاخطاء، هنشرحها برضو كمان شويه معنى كلمه ديفكتس وليها تعريف في الجلوسري. الجلوسري هذا يا جماعه زي عباره تقدر تقولوا زي قاموس بيشرح تعريفات اساسيه في كل شابتر يعني، وبيجي منه بالامتحان، وانا جالي 3 اسئله بالامتحان منه يعني. فمنع الاخطاء ان هي تحصل اصلا في السوفت وير، وده عن طريق ان انا بالبدري زي ما قلت لكم شويه بالبدري قبل ما يحصل ريليز وقبل ما اعمل اصلا اي حاجه، براجع متطلبات العميل والتصميم والكود اللي كتبه المطور، وده بنسميه ايرلي تيستنج، هو احد مبادئ التيستنج. وده بنسميه ستاتيك تيستنج اللي هو مراجعه المتطلبات، اللي هي انا براجع ريكويرمنتس من غير ما اعمل رن للسوفت وير، ودي الفرق الاساسي بينها وبين الدايناميك تيستنج. وبكتشف المشاكل بدري يعني، ولما انا اصلح طبعا المشاكل بدري ده بيقلل عليا تكلفه، بيقلل عليا جهد، لان ان يعني لما السوفت وير يحصل له ريليز او ان انا اطرحه في السوق وان انا اصلح، بيبقى طبعا اكتر تكلفه وقت من انه اصلحه بالبدري يعني. وهذا زي ما قلت لكم ايرلي تيستنج يعني. يا جماعه الميتنج هيخلص، هبعت لكم ميتنج ثاني تمام. السلام عليكم يا جماعه. نبدا نكمل بالاهداف بتاعت التستنج. To verify whether all specified requirements have been fulfilled. يعني هنا بتاكد ان كل المتطلبات بتاع السوفت وير بتاعتي اتحققت. زي ما قلت لكم ان العميل بيقعد مع البيزنس اناليتيك او بيقعد مع اي حد من الشركه بيقول له انا عايز 1 2 3، فانا لازم اعمل اللي عايز العميل عايزه يعني تمام. ما يصحش تبقى عامل انت سوفت وير سوفت وير 100% وكويس وحلو والكواليتي بتاعته عاليه مش زي ما العميل عايزه. كده استفدنا ايه؟ العميل يعني عفوا هيرجعه لك وانت هتخسر جهد ووقت وفلوس. فلازم زي مثلا العميل يقول لك عايز مثلا حاجه تدعم اللغه العربيه والانجليزيه، وانت تكون عامل له مثلا سوفت وير بيدعم بس الانجليزيه، طب العميل هيستفاد ايه يعني؟ فانت لازم تبقى عندك يعني تكون مصحصح وتكون عندك اندرستاند كامل بالعميل عايزه. ودي طبعا احد اسباب الايرورز او الاخطاء اللي بتصير، اللي بيكون عندي سوء فهم او سوء تركيز
في تدوين متطلبات العميل او في سماعها، او ان انا ما بقدرش اكفرج متطلبات العميل يعني. والهدف الهدف في الهدف الثاني to check whether the test object is complete and validate if the if it works as the user and other stakeholders expected. يعني انا بتحقق من ان السوفت وير تم الانتهاء منه، وانه بيعمل يعني بيشتغل زي ما اصحاب العمل والمستخدمين النهائيين متوقعين منه يعني. طبيعي يعني، ما هو لازم اتحقق ان السوفت وير عندي يعني. انت مثلا سوفت وير متوقع انه يجمع لك، وانت لقيته بيعمل عمليه طرح مثلا، ده ما بيحققش اليوزر نيدز او الستاك هولدرز اكسبكتيشنز يعني، بيحققش اللي هم عايزينه يعني او توقعاتهم. بعدين بيقول لك تو بيلد كونفيدنس، ودي تو حكيناها، حكايه الثقه، انك الثقه كسب الثقه في جوده المنتج، انك انت اصلا لما مجال السوفت وير السمعه يعني، لما انت تلاقي اخطاء وتحلها بالبدري خصوصا في الايرلي تيستينج او في الستاتيك تيستينج، ده بيزيد الجوده وبيوفر عليك وقت زي ما قلت لكم في انك انت تعمل تيستينج في مراحل بعد الريليز، بعد ما تسلم السوفت وير. تمام. تو فايند ديفيكتس اند فيليرز thus reduce the level of risk of inadequate software quality. انك انت بتقلل الريسك عندك يعني، لما انت تلاقي اللي هي الريسك اللي هي الخطر، انت يحصل عندك انهيار او في السوفت وير، وانك انت بتوجد الاخطاء في السوفت وير. تمام. To provide sufficient information to stakeholders to allow them to make informed decisions especially regarding the level of quality of the best object. انك انت لما انت تعمل تيستينج بتقدم معلومات اللازمه لاصحاب القرار، زي مثلا انه تقول لهم السوفت وير جاهز. تمام. فهنا لما تقول لهم السوفت وير جاهز، ده بيترتب عليه decisions او قرارات هم ياخدوها. تمام. فانك انت بتقول لهم انا صلحت، انا لقيت ديفكت متركزه في جزء معين يعني، ده بيترتب عليه make decisions او يعني عمل قرارات معينه يعني. تمام. في حاجه يا جماعه، هل لقيت احنا عموما الاخطاء اصلا اللي بتحصل ليه انت يعني في دماغك؟ مبدئيا الانسان خطاء يعني، ما فيش بني ادم مهما يعني ربنا ادى من علم، مهما ربنا ادى، الا يوم مثلا يفقد تركيزه، يوم يكون في عندك تايم بريشر، ضغط في الوقت في التسليم، انك مش فاهم كويس المتطلبات العميل. الانسان ممكن يعمل حاجه نسميها ايرور او خطا، او مثلا يعني زي ما قلت لكم مثلا حاجه عايزه مثلا اشاره بالموجه بتروح حاطه بالسالب يعني، الانسان بيخطئ عموما، هيومن ايرور. فالخطا ده بيؤدي لحدوث بنسميها لما الانسان يعمل ايرور او ميستيك. طبعا دي حاجه هناخدها بشكل متوسع يعني، ليها جزء معين في شابتر 1 في السيلابس، ان الانسان بيعمل حاجه بنسميها ايرور او ميستيك، بتؤدي لحاجه اسمها ديفكت او باج او فولت. دي يا جماعه بتيجي بالام سي كيو، اللي هي نفس المعنى. الباج لها اسم ثاني اسمها ديفكت، واسمها فولت، واسمها باج في البرنامج او الكود. فالباج دي بتكون في البرنامج او الكود، ممكن وممكن لا، خدوا بالكم دي برضه بتيجي بالام سي كيو. البج او الديفكت ممكن تؤدي لفيلير وممكن ما تؤديش، ده تبعا لايه؟ تبعا لدرجتها، تبعا للريسك، تبعا للموديول اللي هي حصلت فيه، كريتيكال ولا مش كريتيكال. تمام. فلازم ناخد بالنا من الكلمات دي كويس جدا، لانها بتيجي من امتحانات الاي اس كيو تي بي. تمام. اللي هي الديفكت بتساوي الفولت وتساوي، هذا هقول لكم باذن الله شابتر 1 لما يبدا يعني. فالباج عباره عن حدوث اختلاف بين النتيجه الفعليه اللي هي زي ما قلت لكم الاكشوال ريزلت والنتيجه المتوقعه الاكسبكتد ريزلت عند تنفيذ كيس معين يعني. انا مثلا جيت مثلا عايزه اعمل لوجن، وانا متوقعه ان اللوجن يحصل طبيعي يعني لما ادخل كلمه السر او الايميل، فما حصلش لوجن، ما حصلش، جالي رساله ايرور. النتيجه المتوقعه ان هو يحصل لوجن، النتيجه الفعليه الاكشوال انه جالي رساله ايرور يعني. تمام. يعني زي ما قلت لكم المثال ده من اول الهدف، اللي هو عملت برنامج بيطلع ناتج مثلا تربيع رقمين. تمام. والمبرمج نسي مثلا وعمل كود يعني بدل ما عدد يعني يبقى مربعه
عملوا ضرب اتنين، يعني بدل ما يضرب العدد بنفسه عملوا ضرب اتنين، تمام؟ فانت كتستر لو جيت عملت تيست كيس، التيست كيس الاولى انت فرحان طبعا حطيت اتنين فطلع لك اربعه، فانت قلت يا الله انا هيني عملتها صح، ما هو اتنين في اتنين اربعه واتنين اس اتنين اربعه، فرحت انت ايه قلت لا هعمل كمان كيس تانيه دخلت رقم ثلاثه طلع لي الناتج سته، بس انت النتيجه المتوقعه هنا تكون تسعه مش سته، النتيجه الفعليه سته. فليه؟ لانك انت بدل ما تضرب العدد نفسه ضربه باثنين، فهذا يعني حصل عندي هيومن ايرور او ميستيك ادى لديفكت. الديفكت اللي هو اللي حصل في الكود اللي هو ضرب العدد في اثنين بدل ما العدد في نفسه، يعني بدل ما يضرب ثلاثه بثلاثه ضربه في اثنين، تمام؟ فده مثال الباج. يعني عرفت منين ان حصل باق؟ الباق الكيس الثانيه لما انا دخلت الرقم ثلاثه حصل اختلاف بين النتيجه اللي انا متوقعها اللي هي تكون تسعه لا سته، يبقى انا رحت رجعت على الكود لقيت ان انا الديفلوبر لما اجى بده يعمل ديباجنج، مع انه مش شرط زي ما قلت لكم باكد على النقطه هاي، مش لا مش شرط الديفلوبر هو اللي يعمل ديباجنج بس، وجالي فعلا سؤال بالامتحان. انا هقول لكم طبعا هقول لكم يعني جالي مثلا سيتويشن معين وبيجيك اللي صلح وبيجيب لك ان اللي صلح لك الخطا مي، يعني بيجيب لك في الصيغه انه صلح اللي صلح الخطا التستر، فانت بقول لك مين اللي عمل ديباجنج، انت رابط انه الديباجنج بالديفلوبر بس انت ما قراتش السؤال كويس، فانت تروح تحط ديفلوبر لا هو اللي عمل ديباجنج في السيتويشن ده المعين تستر. فمش دايما يا جماعه الديفلوبر هو اللي بيعمل ديباجنج. فالنتيجه الفعليه هنا الاكشوال ريزلت هي النتيجه اللي طلعت لي بعد ما عملت اكسكيوت، لما نفذت يعني اكسكيوت يعني نفذت التست كيس المعينه وهي سته، تمام؟ فالنتيجه المتوقعه هي النتيجه اللي متوقعاها انا، يعني النتيجه اللوجيك اللي انا متوقعاها اللي هي التس، تمام؟ هل لقيتها ازاي؟ هذه اللي توي حكيتها لكم، الفرق بين الايرور والباج والفيلير، هذا سؤال مهم جدا لا تقريبا لا يخلو امتحان منه. الايرور خطا بشري، الايرور دايما يا جماعه او بنسميه ميستيك كمان ليه سينونيم او ليه تعريف ثاني ليه مرادف ثاني، الخطا اللي بيرتكبه الشخص، تمام؟ ممكن يجيب لك سيتويشن ويقول لك وين الايرور، الايرور هنا عمليه النسيان نفسها اللي يعملها المبرمج الايرور، تمام؟ الفولت او الباج او هذا وين في السيتويشن اللي تو قلناه؟ الفولت دايما بيحصل في الكود يا جماعه او في البرنامج، او الباج او الديفكت او الفولت نفس المعنى بيحصل في البرنامج في العمليه الحسابيه في الكود ناتج عن الايرور، تمام؟ اللي زي ما قلت لكم ضرب العدد في اثنين بدل ما ضربه بنفسه، يعني اللي هي زي فولت او باج او ديفكت نفس المعنى يا جماعه. الفيلير الخطا الناتج من الديفكت او من الفولت. الفيلير ممكن يحصل وممكن ما يحصلش يا جماعه فكره، يعني مش دايما بيحصل فيلير. الفيلير دايما مصطلح فيلير مرتبط بالكراش، يعني مرتبط في حاجه توقع عندي، تمام؟ او حاجه ما تظبطش، فالفيلير في يعني فاهم ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، يعني تمام. الفيلير عباره عن نتيجه عن الفولت، ليه طبعا تعريف كل واحده من دول ليها تعريف في الجلوسري باذن الله هناخده في شابتر 1 وبتقلوش. يعني ففي ملاحظه زي ما قلت لكم شويه انه الفيلير مش هو اللي بيدل على وجود البج يا جماعه، يعني ممكن يكون في الكود عندي بج وما يكونش فيلير، يعني مش في كل الاحوال البج او الديفكت او الخطا اللي عندي بيؤدي للفيلير، مش لازم، تمام؟ وعشان كده لازم نجرب باكثر من طريقه، تمام؟ يعني عشان نتاكد انه ممكن يحصل فيلير او لا. اعتقد النقطه دي شرحناها بشكل هنرجع لها باذن الله بشطر 1 يا جماعه، تمام؟ طب دلوقتي بعد ما عرفنا المصطلحات يعني ازاي البني ادم يعرف انه عنده بج؟ غير ان يعني النتيجه المتوقعه دي بعرفها منين، تمام؟ النتيجه المتوقعه دايما بتكون في الريكويرمنتس او زي ما قلت لكم في الاس ار اس او في السورس سوفت وير سبيسيفيكيشن، بيكون عندي لما اروح انا اقعد مع العميل ويقول لي مثلا عايز زرار بيطلع مثلا لما ادوس عليه بيطلع لون احمر مثلا بيعمل ايفكت احمر، النتيجه المتوقعه بناء على الدوكيومنت اللي عندي انه يطلع ايفكت احمر مثلا او اي حاجه طلع مثلا ان هو بيطلع اصفر مثلا، فبناء على ايه؟ بناء على الستاندردز، بناء على السبيسيفيكيشن ستاندردز، بناء على الستاندردز برضه اللي هو مثلا المعايير، مثلا عندك مثلا موقع طبي بيكون في رولز معينه مثلا في الالوان او شغل مصممين، هذا مش الستاندردز او الشيء الدارج، مثلا موقع طبي، الموقع مثلا الاي كوميرس
زي هيك يعني، بناء على هذا وبناء على الكوميونيكيشن زي ما قلت لكم، زي الكوميونيكيشن مع العميل. ممكن مثلا حاجات ما تفرقش مع العميل قوي يعني مثلا، تمام، بس برضه بيظهر رسالة خطأ، بس انت من نفسك لازم تكون فاهمها. الاستاتستكس اللي هي الاحصائيات الخاصة بسرعة تحميل الموقع مثلا سرعة تحميل الموقع لا تزيد عن 4 ثواني، فهذا الاساس ممكن نعتمد عليه. هذا بنسميه زي ما قلت لكم بيرفورمانس تيستينج، وهذا احد النون فانكشنال تيستينج. هذا هناخده باذن الله بشكل موسع في شابتر 2 بشابتر 4. فبالتالي الستاندرد بيقول لك سرعه تحميل الصفحه ما تزيدش عن 4 ثواني. فانت زاد عندك لما تستعمل باتولز معينه تروح تفحص بتلاقي اللودنج بتاع الصفحه زاد عن 4 ثواني، فانت بناء انت عرفت انه عندك باج يعني، اللي هو نون فانكشنال يعني مش فانكشنال. وبناء على الكومن سنس الاحساس او اللوجيك او اللايف اكسبيرينس الخبره بتاعتك، يعني مثلا انت مشغل على برنامج بيسمح للمستخدم انه يرفع صوره عليه. انا عندي احتمالين، انه مع كل ابلود يرفع صوره واحده، او ممكن يعني يرفع اكثر من صوره، والاحتمال الثاني هو الافضل، لانه مش منطقي ان المستخدم لما يقعد بيرفع 20 صوره يقعد كل شويه يعمل ابلود كل واحده يعني سيبريتلي او كل واحده لوحدها. فهذا إشي منطقي يعني، تمام. فلو حصل ايرور انت بالمنطق هتبقى عارف يعني، تمام. والاذر سورسز يعني مثلا شغالين على موقع زي ما قلت لكم موقع تجاري ما عنديش ريكويرمنتس، بشوف مواقع مشابهه. هذه الاكسبلوريتي تيستينج انك زي امازون سوق دوت كوم، اشوف كل فيتشر شغال عندهم ازاي، بتكون مرجع لي في الحصول على النتيجه المتوقعه. فالكلام ده بيقول لك ازاي انت تحصل على النتيجه المتوقعه، يعني في حاله انك لو كان عندك requirements او ما كانش عندك requirements. طب ايه هي التست داتا؟ في حاجه يا جماعه عندنا اسمها تست داتا. التست داتا او التست انبوت هذا مصطلح يعني هتستخدمه ايه هتسمعوه بشطر 4 في تست تكنيكس، في اللي هي المدخلات اللي بدخلها للبرنامج عشان يتعامل معاها. يعني الرقم 2 اللي تو دخلناه هذا اسمه تست داتا، اللي كان مفروض ان البرنامج ربعه وبعدين طلع ضربه في 2 فهذا اسمه تست داتا، تمام. فالتست انبوت دي فايدتها ايه؟ التست انبوت مبدئيا عباره ممكن تبقى فاليد ممكن تبقى انفاليد. فاليد يعني ايه؟ فاليد يعني ان هي تكون المستخدم مدخل الحاجه المتوقعه بشكل صح، يعني بيقبلها السوفت وير عندي، او بالعربي يعني ما حصلش ايرور. فاليد انبوتس يعني مدخل، يعني البني ادم العادي زينا لما يدخل الرقم ما حصلش ايرور، او ما حصلش عفوا ديفكتس او ايرور، فده فاليد داتا قبلها السيستم، الداتا دي قبلها السيستم. انفاليد داتا احتمال المستخدم يدخل حاجه مش متوقعه او مش لوجيك، تمام. وفي حاله عمل تيستنج للحقل الخاص مثلا بادخال رقم موبايل، المستخدم مثلا المتوقع منه يدخل حروف معينه، تمام. فلازم المستخدم ياخد في الاعتبار هذا الشيء يعني. فهذا وراح عمل خطا فبصير وبيطلع لك ايرور، فهنا عندي انفاليد داتا. يعني مثلا عندك في الريكويرمنتس بيقول لك في لما تدخل كلمة السر لازم يكون عندك حروف كبيرة وصغيرة، وانت رحت كتبت حروف صغيرة بس، فهيجيك رسالة ايرور يعني بناء عن المتوقع يعني. فانت هنا اسمه invalid inputs، تمام. فالتستر بيوجه تفكيره دائما في الفاليد انبوتس والانفاليد انبوتس يا جماعة، تمام. فالسوفت وير زي ما قلت لكم الفاليد انبوت بيستقبله برسالة صحيحة، والانفاليد بيظهر رسائل خطأ، تمام. بنتابع اهداف التستنج زي ما قلت لكم to comply contractual legal or regulatory requirements or standards. يعني بنتاكد ان السيستم ان السوفت السيستم السيستم او السوفت وير بيتحقق من المعايير التعاقديه او القانونيه. هذا مرتبط دايما في حاجه اسمها اكسبتنس تيستنج، هذا هناخده بشابتر 2 اللي هو احد ليفلز التيستنج، اللي هو القبول، اختبارات القبول اللي احنا متطلبات قانونيه يعني بيتم الاتفاق عليها قبل المشروع لازم تكون متحققه، تمام. زي ما قلت لكم اول المحاضره التستنج ممكن يكون له اكثر من هدف، تبعا للمشروع، تبعا للسوفت وير، تبعا للتست ليفل، مستوى التست اللي انا فيها، ونوع التست. ذكرنا امثله، هنيجي لمصطلح كثير مهم اسمه تيستينج وديباجنج. الديباجنج يعني ايه يا جماعه؟ الديباجنج يعني التصليح. الديباجنج علقتها في المنهج عندنا بيحكي لك ان الديباجنج اللي بيعمله الديفلوبر مرتبط غالبا في الديفلوبر، ان احنا بنعمل انالايز للكود وبعمل فيكس للباجز اللي عندي وريديوس للريسك، تمام.
في الاجايل، في الاجايل بيكون السيستر هو اللي بيعمل ديباجنج، فمش دايما الديفلوبر هو اللي بيعمل ديباجنج. فزي ما السو... وفي التس... والتستر بيروح يعمل ريت شيك بعد بعد ما المطور يصحح، التستر بيروح يعمل ريت شيك او ريت تيست بنسميه كونفيرميشن تيست، اللي هو يعني بنشوف اذا المشكله اتصلحت او لا، يعني اختبار تاكيد يعني. فالديباجنج زي ما الصوره ظاهره انه الدايناميك تيستنج التستر بيعمل ريبورت، احنا بنروح ندي الديفلوبر تقرير اللي هو باج ريبورت، بنقول له عندنا مشكله بنسميها باج ريبورت او ريبورت انسيدنت نفس المصطلح. الديباجنج الديفلوبر زي ما بنوع على النقطه هاي، مش دايما هو بس هو اللي بيعمل ديباجنج، بيعمل فيكس، بيعمل تشيك، وبيعمل انلايز للكود، وبيروح يصححها، بيروح يرجع يحكي للتستر انا صلحت، والتستر بيعمل ريتست او كونفيرميشن، بنسميه كونفيرميشن تيست. تمام. الفرق بين في حاجه زي ما قلت لكم اول، هذا الفرق بين بين الديباجنج والتستنج. في حاجه اسمها عندنا الدايناميك تيستنج يا جماعه. فالدايناميك تيستنج يعني ايه؟ دايناميك تيستنج بالعربي بمسك الابلكيشن عندي او الموقع بعمل له اكسكيوت، يعني انا بلاقي الديفكت في السوفت وير وببلغ عنها بالديفلوبر. تمام. اللي عكس الستاتيك تيستنج اللي كان على الورق، الدايناميك تيستنج على السوفت وير نفسه يا جماعه بعد ما اعمل له ران، يعني فاهمين من اسمه دايناميك. فالديفلوبر بياخد الديفكت دي وبيبدا يعملها ديباجنج او تصحيح، بيدور بنسميها اسباب المشكله الروت كوزز، بنسميها هذا المصطلح برضه هناخده وفي حاجه اسمها روت كوز اناليسيز، بعدين بيرجعها للتستر بيعملها التستر بيعملها ريتست عشان يتاكد ان هي انحلت. فباختصار التست ايه؟ التست عمليه ايجاد الديفكت او البج اللي عندي عن طريق التستر، والديباجنج عمليه اصلاح الديفكت عن طريق الديفلوبر. بس بنوه ان الشيء مش بصم، ممكن يجيب لك سيتويشن بالامتحان ويطلع اللي عمل ديباجنج مش الديفلوبر، يعني حسب السؤال عندك. يعني في الاجايل التستر غالبا بيعمل الديباجنج، فحبيت انوه على النقطه دي. بعض المفاهيم الخاطئه قلتها لكم اول محاضره عن التستنج، بيقول لك انه التستنج فقط اكسكيوشن، انك انت تمسك التست البرنامج وتفتحه وتدخل انبوت داتا وتقعد تشوف الاخطاء وتعمل تيست كيسز، لا ده مش صح، مش الاكسكيوشن، مش الران، لا ده جزء من البروسيسنج. وانا عايزه انوه على نقطه برضه، ان السوفت وير تيستنج ملهوش ستاندرد في البروسيسنج محدده يعني عالمية، لا دي كل مشروع مختلف وكل شركة. فبس هي اللي موجودة في السيلابس عندنا، يعني بنسميها تيست بروسيسنج، تيست بلانينج، وتيست هناخده طبعا شابتر 1 بشكل مفصل. تيست كل واحدة ليها اكتيفيتيز وليها أنشطة تحتيها هنشرحها، تيست أناليزيس، تيست ديزاين، تيست امبلمنتيشن، تيست اكسكيوشن، ايفاليويت اكزيت كرايتيريا، تيست كلوجر اللي هي المرحلة النهائية. أنا لو بدي أشرحهم بدي أقعد محاضرة كاملة، فعادي بس نبذة عشان أقول لكم انه بس معلومه انه مش التستنج مش بس اكسكيوشن، جزء منه الاكسكيوشن يعني. تمام. يعني بعمل تستنج للسوفت وير عن طريق الاكسكيوشن زي ما قلت لكم، بمسك السوفت وير وبفتح وبعمل ران، فالتستنج هنا بيعمل اسمه دايناميك. ومش كل التستنج زي ما ذكرنا كثير طول المحاضره بنحكي على انه بيحصل له اكسكيوشن، في شيء اسمه ستاتيك تستنج، النوع ده مش بعمل اكسكيوشن، ده عن طريق مراجعه او ريفيو، بعمل ريفيو على التست بيزز. التست بيزز الحاجات اللي هي بحتاجها في التستنج زي الريكويرمنتس، الكود، الامور هاي على ورق يعني من غير ما اعمل ران للابلكيشن. هذه النقطه الجوهريه، الفرق بين الدايناميك والتستنج. تمام. التست بيزز هي اي ريسورس زي ما قلت لكم بحتاجها عشان اشتغل عليها، عشان اعمل عليها تستنج او يعني فيها معلومات عن السيستم. تمام. حلقات يا جماعه اللي في هذا برضه موجود شابتر 1 بشكل كبير، وبيجي في هذا المهارات المطلوبه في اختبار برمج في التستر. تمام. المهارات كثير، يعني احنا بنحكي على الصوح، بس اهم مهارات انه التستر يكون عنده كوميونيكيشن سكيل، هذه حتى فيها دائما بتجري امتحان. اهم مهاره في التستر انه يكون كوميونيكيشن سكيلز، عنده مهارات تواصل، قدره حل المشاكل، عنده قدره اللي هي اتنشن تو ديتيل بنسميها، اللي هي الانتباه للتفاصيل، القدره على العمل في فريق، الالتزام بالتسليم. هذه يعني وليه حاجات كتير بس الله وصل ناخدها بالشطر الاول يعني، بس اهم مهارتين attention to details والcommunication يعني.
المهام الوظيفية للتستر: اجتماع مستخدمين النظام لفهم زي ما قلت لكم نطاق المشاريع، يعني التستر من بداية المشروع بيكون قاعد، يعني التستر بكل مراحل المشروع، العمل مع مطور برمجيات والتخطيط ومراقبة، وهذه هناخده بشكل موسع في شابتر 5. في ده برضه سؤال بيجي، مهام التستر بيجي بالام سي كيو، واجراء اختبار الاجهاد واختبار الاداء اللي هو البرفورمانس والفانكشنال اللي هي اختبار الوظيفه، واختبار اللي هي الاكسبلوريتي تيستينج، وكتابه وتنفيذ البرامج النصيه، واختبار انا كتبهم بالعربي بس الاصل بالانجلش يا جماعه، كتابه الباج ريبورتس، وتقييم الكودينج اللي هي الكود يعني، ويعني مهامه اللي حكيناها يعني اللي هي الاختبار التصميم والمستندات والامور هاي. تمام. ملاحظ، في ملاحظه هامه، في حاجه بنسمعها دايما اللي هي التست كيس والتست سيوت والتست اكسكيوشن. التست كيس عباره عن توثيق لمجموعه خطوات بيمشي عليها التستر، تمام، يعني بتكون مكتوبه، دي هنذكرها يعني لقدام باذن الله. تمام. زي مثلا التست كيس الخاصه بتسجيل الدخول للموقع، فهتبقى فاليد باسورد، فاليد يوزر نيم. والتست سيوت عباره عن فولدر، عباره عن حاجه بتجمع مجموعه من التست كيسز، يعني فولدر بيجمع مجموعه من التست كيسز الخاصه مثلا تسجيل، طبعا مش شرط تسجيل يعني، دي في مثال يعني. التست اكسكيوشن ان انا بعمل مجموعه بروسيجرز او خطوات للتست كيسز، ازاي الخطوات دي، ازاي بنفذ التست كيسز دي، وبحصل من خلالها على الاكشوال ريزلت، وبحدد اذا التست كيسز دي في حل، في حاجه عندنا في التست سيوت، بحط اذا التست كيسز ستيتس الحاله بتاعتها، هل هي باس او فيل او بلوك. بلوك يعني ما اعرفش اكمل تنفيذ التست كيس لانها بتعتمد على شيء ثاني. تمام، زي هيك يعني. وفي نقطه اخيره حبيت اقول لكم عليها، ان في طريقتين عشان اعمل تيستنج: مانيوال اوتوميشن. المانيوال دايما نسمعها، المانيوال ايه الفرق بينه وبين الاوتوميشن؟ انا بصراحه اعرف مانيوال يا جماعه، لسه ما بداتش في الاوتوميشن يعني، اكيد انا قلت وضحت الموضوع هذا. المانيوال ان انا بجرب كل حاجه بايدي، يعني بدخل انبوت وبشوف الاوتبوت وبشوف التست كيسز او السيناريو المعين اللي انا عايز اعمله، وكل حاجه بعملها بايدي يعني، وبسجل زي ما قلت لكم الاكسبكتد ريزلت والبري كونديشنز والستيتس. تمام. يعني الاوتوميشن دي عباره ان انا بعمل سكريبت باحد لغات البرمجه، سواء هو الدارج جافا سيلينيوم، بس سيلينيوم ممكن تبقى بايثون، اللي عندك سي شارب، بايثون، جافا. السكريبت ده باستخدام تول معين مثلا زي سيلينيوم، بستخدم اداه مثلا اسمها سيلينيوم، بكتب جواها سكريبت مثلا بجافا او ببايثون او باي حاجه بس الدارج يعني جافا. بكتب مثلا، بخلي اليوزر او المستخدم هو الخطوات اللي انا عملتها مانيوال اختصارا يعني هو يعملها بالسكريبت يعني، بدل ما يعملها يدوي. فطبعا دي هناخدها بشطر 5 فوائدها، ان هو وهيوفر وقت وجهد، والعمليات المتكرره الريبيتد هيقللها يعني. تمام. في نقطه اخيره قبل ما اقفل الريكوردنج عشان هتناقش معاكم في يعني بما يخص المنهج، يعني امتى ابدا تيستنج وامتى انهي؟ مبدئيا هناخدها برضه بشطر 5، في حاجه زي ما قلت لكم اسمها انتري كرايتيريا، دي بتحدد لي وين تو ستارت تيستنج. بس في عمليا اول ما يبقى عندي درافت فيرجن ريكويرمنتس، او بنسميها ما اعرفش يعني ايه بالعربي، بنسميها درافت فيرجن ريكويرمنتس، يعني لما امسك ريكويرمنتس بيدي يعني بالعربي، سواء درافت فيرجن او فاينل، يعني لما يحصل كلام مع العميل وكتابه ريكويرمنتس، لما ساعتها بقى ببدا اعمل ايش اللي هي تيستينج مع بدايه السوفت وير. في حاجه اسمها برضه ناخدها بشطر 2، سوفت وير ديفلوبمنت موديول، اللي هو في عندك في موديول وفي عندك ووتر فول، برضه الوقت حاليا لا يسع ان انا اذكرهم. تمام. وعلى ايه وقتش انا بنهي التستنج، على ايه في عندي شيء اسمه اكزيت كرايتيريا، عباره عن معايير في التست بلان، هذه باول خطوه في التست بروسنج هناخدها بشطر 5 بشكل موسع. معايير اكزيت كرايتيريا بتقول لك وقتش توقف تستنج بالعربي يعني، وانت ستوب تستنج، بس امتى؟ لو حد قال لك امتى وقف تستنج؟ بوقف تستنج منطقيا لما ابقى مغطيه ال 100% ريكويرمنتس، لما كل كريتيكال تيست كيسز انا مغطياها اتنفذت وتاكدت ان هي اتنفذت. بس زي ما قلت لكم ما اقدرش، انا ما فيش بني ادم في الدنيا هيغطي كل حاجه 100% او يقول لك زيرو ايرور،
البني ادم يا جماعه يعني مفيش حد يعني فاهم، مفيش اي حد هيعمل ده يعني. بس انت بتحاول تغطي قدر المستطاع من الريكويرمنتس اللي عندك، وانك تتاكد انه مفيش كريتيكال يعني عندك اخطاء كريتيكال. ولما نعمل ايران او اكسكيوشن ويعني والباج اللي عندي ما تبقاش هاي او ميديوم، وتبقى يعني باج يعني ايش سهل تصليحها تمام. ولما يوصل عدد باج معين بيكون متفق عليه في التست بلان، ولما البروجكت عندي يوصل للديدلاين، ولما البادجت عندي تخلص برضه. هذه احد المحدده المشروع، في طبعا عندي بادجت ميزانيه، فممكن نعمل يعني تمام. فساعتها دي مؤشر ان انا وقفت تمام. فكده يا جماعه زي ما قلت لكم انه التستنج مش بس يعني بنعمل ممكن بدري يعني اللي بنسميه ايرلي تستنج بالاول يعني اللي هو، بس بقدرش انا اتاكد انه تستنج بج فري. وهذا هذا المبدا الاول هناخده بشابتر 1 في مبدا التستنج، اللي هو تستنج شو بريزنس اوف ديفكتس. التستنج بيظهر وجود هذا، بيظهرش غياب وجود الديفكتس، ما بيظهرش غياب.